السلام عليكم وأهلا بكم إلى موجز الأنباء من قناة التناصح. شنت طائرات تابعة لمجرم الحرب حفتر 3 غارات جوية على منطقة قنفودة غربي بنغازي، وذلك حسب مركز السرايا للإعلام. مصدر من مركز السرايا أوضح للتناصح أن القصف استهدف مواقع سيطرة الثوار بالمحور دون وقوع خسائر بشرية في صفوف شور الثوار، مضيفا أن طائرة بدون طيار إماراتية كثفت من تحليقها فوق منطقة قنفودة. ومن جهة أخرى، أشارت مصادر إلى أن قطعة بحرية مجهولة الهوية استهدفت المنطقة السكنية بقنفودة برشاشات ثقيلة بالتزامن مع تحليق طيران إماراتي فوق المنطقة. أكد مدير مستشفى العافية بمدينة هون أبو بكر النصر عن مقتل 6 نساء وطفلة وجرح 5 آخرين بينهم امرأة بقصف جوي مجهول الهوية استهدف الثلاثاء منطقة نين القريبة من منطقة سوكنا في مدينة الجفرة. نصر أوضح في تصريح صحفي أن 4 حالات من الجرحى في حالة مستقرة، فيما تعاني 1 الحالات من كسر وخلع في أحد الأطراف، مشيرا إلى أن المستشفى يعاني من نقص في الكوادر والعناصر الطبية وإقفال بعض الأقسام جراء هذا النقص. أكد المتحدث باسم كتيبة الشهيد محمد الكيلاني عبد الباسط الشاوش الثلاثاء عن إعادة فتح الطريق الساحلي بعد إغلاق دام لساعات، وذلك جراء بعض الخروقات الأمنية التي حدثت بالطريق. الشاوش وفي تصريح خاص للتناصع أوحز إلى كل القادمين إلى الطريق الساحلي بتوخي الحيطة والحذر أثناء مرورهم بالطريق، وذلك خشية على التعدي عليهم بالسطو المسلح. وأضاف الشاوش أن الإغلاق كان بسبب الاعتداء على بعض السيارات أثناء مرورهم بالطريق الساحلي وانسحاب القوة المكلفة بتأمين الطريق من جهة منطقة ورشفانة. وفي الخبر الأخير، حيث أكدت المؤسسة الليبية للاستثمار الاثنين في بيان تحصلت التناصح على نسخة منه، أكدت استردادها نحو 127 مليون دولار من شركة كورنيهل كابيتال وبنك ليمان براذر. المؤسسة وفي بيانها أوضحت أن نحو 53 مليون دولار استردتها من شركة كورنيهل كابيتال بعد 3 سنوات من المتابعة القضائية حسب البيان. وأضافت المؤسسة أنها تمكنت أيضا من استرداد 73 مليون دولار من بنك ليمان براذر الذي أعلن إفلاسه في عام 2008. ختام الموجز، إلى اللقاء بإذن الله.